وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل: أم يحسبون أني لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال سبحانه: إني معكما أسمع وأرى. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد ياليس بن عبد سلام فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستبق إلا وأنا بقرب السعادة، فرفعت رأسي فإذا بسعادة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فنادني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: ناداني ملك الجبال. فسمع علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطلق عليه من أخذين فعل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب ممن يعبد الله لا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا العظيم سيدنا الكبير سيدنا رب البرية جل وعلا. هذه الصفات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. قد أشفعنا القول والماضي في الكلام على البصر، وهو من لوازم إثبات العين لله جل وعلا. صفة السمع والبصر ثبتت لله جل وعلا في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب كما قرأ علينا الأخ الكريم الآيات، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، من الذي سمع؟ الله جل وعلا أثبت لنفسه السمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورتنا. وأيضا قول الله تعالى: بهذا بآياتنا إنا معكم مستمعون. هذه إثبات أيضا سمع الله جل وعلا: بهذا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات التي تدل على سمع الله جل وعلا أيضا من الدلالات على إثبات السمع لله جل وعلا، أن الله عاف على الكافرين الذين يعبدون الأصنام الذين لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. قال الله تعالى موبخا ومقرعا أهل الكفر: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني هذه الأصنام هل لهم آذان يسمعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا يسمعون منكم ولا يجيبونكم ولا ينفعونكم ولا يضرونكم. فأنكر عليهم ذلك، ففيها دلالة على أن الله يسمع. أنه قال: هل يسمعونكم مثل ما أنا أسمع؟
على تقدير الكلام هل يسمعون من إذ تدعون؟ وأيضا قول الله تعالى حاكيا لنا ومقرا لإبراهيم الذي أنكر على أبيه آخر أو على عمه على بعض أقوال أهل العلم أنه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا نعبد الذي يسمع والذي يبصر، من الذي يسمع ومن الذي يبصر؟ هو الله. مقام المدح مقام المقارنة. قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا فصفة السمع وصفة البصر ثبتتها لله جل وعلا بالكتاب أيضا بالسنة الصحيحة جاءت من طرق أسانيدها الشمس تثبت لربنا السمع والبصر. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت سبحان النبي وسع سمعه الأصوات. سبحان تنزيه وتقدير لرب البرية جل وعلا. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات يعني الأصوات كلها. إن المجادلة لتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية المنزل يخفى علي بعض حديثها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى آخر الآيات. فهي قالت أنا في ناحية المنزل ويخفى علي بعض حديثها ثم أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك. أيضا من السنن ما قرئ علينا الحديث الذي سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد معلوم كانت فيه نكاية شديدة للمسلمين. قتل حمزة أسد الله وأسد رسوله، قتل ما يقارب 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أبو سفيان في هذه الأوناس كأنه يأتيك للمسلمين قام فقال يوم لنا يوم علينا يوم النساء ويوم النصر أعلو هبل. فلما قال ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أما أعبد منكم يرد عليه الله أعلى وأجل. فقال يوم بيوم بدر. فقال عمر بن الخطاب قبلنا في الجنة وقبلكم في النار. فيوم واحد كان فيه مرارة شديدة على المسلمين وذاقوا القتل وذاقوا النكاية. فقالت هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فبين لها صلى الله عليه وسلم أن أشد الأيام صعوبة مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم أن عرض نفسه على ابن عبد الغيث فرد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى مهموما مغموما فجاءه جبريل تسلية من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل معه ملك الجبال فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جل وعلا قد سمع قول قومك لك. هنا وجه الشاهد. قال إن الله قد سمع قول قومك لك. فهنا الله جل وعلا يبين صفة السماع فهو سمع ما حدث ونظر ثم تسلية للمسلم. قال ملك الجلال أمرني ربي جل وعلا إن أمرتني أن أثبت عليهم الأبشرين لفعلت. أيضا من الأحاديث التي تثبت صفة السمع ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فلما كانوا على مشارف المدينة قالوا كبر الصحابة وقال كبرنا تكبيرا عاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا. فهنا صفات سلبية وصفات ثبوتية. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا نفس صفات عدم السمع. وأيضا فقال إنما تدعون سميعا بصيرا هذه أيضا من الأدلة تثبت سماع الله جل وعلا ورؤية الله جل وعلا. أيضا أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفات أنها ثابتة لله جل وعلا ثبوتا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته وبهائه. إذا أثبتنا ذلك فحريم بكل مسلم أن يعلم أن سمع الله جل وعلا أحاط بكل شيء. فإن الله أحاط بكل شيء سمعا لا تختلف عليه اللغات لا يشكل عليه صوت من جهر ولا من أسر يعلم السر وأخفى من السر يسمع كل شيء يسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء. فأحاط الله جل وعلا بكل شيء سمعا. فإذا كان المؤمن يعتقد هذا الاعتقاد الجازم لأن الله يسمع سره يسمع ما يقصد به من الكلام يسمع ما يجهر به فحري بكل مسلم ألا يسمع الله جل وعلا إلا ما يحب الله جل وعلا ويرضى ألا يسمع الله إلا ما يقربه من الله جل وعلا لا يسمع الله إلا الثناء على الله جل وعلا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مجالس الذكر والعلم أو قراءة القرآن. فلا يهدي بكلمات
تبعده عن رب البرية جل وعلا، حيثما أنه اعتقد أن الله يسمع ما يقول. فحري لكل مسلم إذا اعتقد أن الله يسمع ما يقول أن يتدبر ما يقول ويعد درس جيدا ما وعاه قبله الصحابة الكرام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالرجل إذا وعد درس جيدا وعلم أن ربه يسمع ما يقول فإنه لا بد أن يكون رقيبا على كلامه ولا يتكلم إلا بما يحب الله جل وعلا ويرضى. أقول: وسماع الله سماع عام وسماع خاص. أما السماع العام فهذا يعم كل المخلوقات، أحاط الله بكل شيء سمعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. فكل الأصوات الحيوانات برية أو بحرية، المخلوقات في السماوات أو في الأراضين من جن أو إنس أو ملك، فإن الله يسمع كل هذه الأصوات. سمع إحاطة، سمع عام، سمع إحاطة، يسمع الكافرين ويسمع المؤمنين. وهذا السمع يستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد. أيضا هذا السمع يستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد. هذا السمع سمع الكافرين والمنافقين، قد هدد الله الكافرين بهذه الصفة العظيمة الجليلة، لكن لا يعني ذلك إلا من نور الله بصيرتهم. فإن أهل الكفر والإلحاد إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد ما اجترضوا على الله جل وعلا وعلى محارم الله. انظروا كيف سبوا الله جل وعلا وصبر عليهم، لكنه هددهم بهذه الصفة العظيمة. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل الكفر الذين يسبون الله جل وعلا. لا يغرنكم صبر الله جل وعلا عليهم أبدا والله، فإن الله جل وعلا هددهم وتوعدهم بهذه الصفة. قال: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقصهم الأنبياء ثم نقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذا تهديد يبين أن الله جل وعلا الذي يسمع ما يقولون من سب لله جل وعلا وانتقاص من قدره أن هذا لا يضيع، بل هو مكتوب وقد سمعه الله جل وعلا ويجازيهم عليه. وأما التهديد لأهل النفاق الذين هم أشد من أهل الكفر، أيضا جاءهم بهذه الصفة التهديد الأكيد بقول الله تعالى: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يبيتون ما لا يرضى من القول، يحسبون أن الله جل وعلا لا يسمع ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون ويسمع ما يبيتون. والله جل وعلا إذ يسمع مكر الماكرين ونفاق المنافقين فإنهم يجازيهم على ذلك. وهذا كما قلت من نصائح الاعتقاد الصحيح، أن تعتقد اعتقادا جازما لأن الله لا يخفى على سمعه شيء. السمع الثاني سمع خاص، وإذا قلت هو سمع خاص فهو خاص بالمؤمنين. هذا السمع يخص المؤمنين المتقين الصالحين، وأيضا سنرى أنه أيضا يدخل الكافرون معهم في أمر ما. هذا السمع يستلزم أولا سمع الإجابة، سمع الدعاء والإجابة، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يستلزم سمع الله جل وعلا لدعاء المرء أنه يسارع في إجابته، يسارع فيما ينفعه. فقد قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح من قبل فلنعم المجيبون. فنادى بهذا النداء، سمع الله نداءه، قال: فلنعم المجيبون. فما من مؤمن يدعو الله جل وعلا بصوت خافض أو باستغاثة عالية الغوث الغوث إلا وقد سمع الله جل وعلا سمع إجابة وسارع له في تفريج الكربات. هذا السمع الذي هو خاص بالمؤمنين، سمع الإجابة تفريج الكربات ورفع للدرجات وغفران للزلات. هذا يونس عليه السلام لما كان في الظلمات ونادى هذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى، هذه تنبئ أنه نادى بصوت إما عالم وإما صوت منخفض. ففي الحالتين هذا لا يخفى على الله جل وعلا. فلما نادى سمعه الله جل وعلا فاستجاب له وأنقذه من هذه المهالك وهذه الظلمات. هذا سمع تفريج الكربات، وأيضا إجابة للدعوات. فقد سمع الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن سهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فاستجاب الله له بعد ما سمعه وهو يدعو ويستغيث ربه جل وعلا. هذه استجابة الدعاء. الثانية استجابة فوق هذه الاستجابة، استجابة مدح وثناء. هذه الاستجابة
هي استجابة أي مناجاة، وهذه والله أعلم يدخل في بابها الصالحون المتقون المخلصون. هذه المناجاة التي يرفع الله بها العبد فيثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمد، فالذي يحمد الله يثني على الله خيرا، والله جل وعلا يجازيه بجنس العمل بنفس ما يفعل، يثني على الله خيرا فيثني الله جل وعلا عليه خيرا في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الملأ هو ملأ الملائكة، هذا هو سمع المناجاة أو الثناء يستلزم الثناء والمدح من الله جل وعلا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في قيامه بالليل قال لما تخفض صوتك؟ قال إني أسمع من أنادي. إن كان لا أحد يسمع فإن الذي يناجيه يسمع، وهو الذي يضع الناس في مكاناتهم بسماعه جل وعلا. الثالث من السماع سماع التجديد والنصرة والتوفيق، وهذا السماع أيضا مستقى من قول الله تعالى لموسى: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، يعني نستمع ما يدبر لكم فرعون وملأه وما يقولون ونحن معكم ننجيكم من عذاب فرعون. وأيضا قال الله تعالى: كلا إنني معكما أسمع وأرى، وقد أسمعنا القول في هذا الباب في باب الرؤية. إذا سماع الخاص سماع تجديد وتوفيق ونصرة، سماع استجابة للدعوات وتفريج الكربات، سماع يستلزم الثناء والمدح في الملأ الأعلى. إذا قلنا بأن هذه صفات سماع الله جل وعلا، وأن المرء حري أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح ويسير به إلى الله جل وعلا، فنقول: سمع الله لا يشبه سمعه، ردا على المشبهة الذين غالوا في الإثبات وقالوا لله سمع لكن سمعه يشبه سمع المخلوقين. قلنا لما؟ قالوا إن الله سمى هذه الصفات السمع، وإن الله جل وعلا خلق المخلوق البشر وله سمع وله بصر. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فرع الناس سميعا بصيرا. فالإنسان سميع، فالله الخالق سميع والإنسان سميع، إذا فسمع الله يشبه سمع المخلوق. فنقول: لا، سمع الله لا يشبه سمع المخلوق. أي قاعدة ترد عليه؟ نعم، هذا الآية هذا دليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن القاعدة وهو يقول قال الله تعالى هو السميع البصير وقال الإنسان أنه سميع بصير. هذا الاعتقاد الصحيح الذي نتكلم به، نعتقد بربنا السمع، نقول سمع معلوم معلوم في اللغة، ولماذا به وارد والسؤال عنه بدعة، لا يستلزم التساوي في المسمى أحسن، اشتراكه في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لله سمع، نعم لله سمع، وللمخلوق سمع، نعم للمخلوق سمع، ولكن سمع الله جل وعلا لا يستلزم ان يكون كسمع المخلوق التساوي في الاسم، اذ ان للانسان سمع وللحمار سمع وللقرد سمع. فهل سمع الانسان يشبه سمع الحمار؟ هل سمع الحمار يشبه سمع القرد؟ هل سمع القرد يشبه سمع القط؟ لا. فان قلنا بالتفاوت فمن باب اولى ان نقول ان سمع الله جل وعلا لا يشبه سمع المخلوق. سمع الله جل وعلا ازلي ابدي، سمع الله جل وعلا ليس له ثناء، وسمع الانسان ناقص له ثناء، وهو الى كل المخلوقات وكل الاشياء. قال الله تعالى: لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ناقص ذلك مما عندي في شيء. فالله جل وعلا لا تختلف عليه اللغات، هذا الجن وهذا الانس هذا الحيوان كل منهم يتكلم بصوت مسموع يعلمه الله جل وعلا، لا يشكو صوت على صوت عند الله جل وعلا. اما سمع الانسان فهو محدود الى مده محدوده والى مسافه محدوده، بل يشغله صوت عن صوت ويشوش عليه صوت وصوت. فسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع الانسان يليق بنقصه ويليق بضعفه ويليق بزواله. سمع الله جل وعلا ويشبه سمع المخلوقين، وهذا فيه رد على المشبهه. أما المعطلة الذين نفوا هذه الصفة، نفوا صفة السمع عن الله جل وعلا، هؤلاء جرأوا علينا أهل الكفر والإلحاد، فإن أهل الكفر والإلحاد عاب الله عليهم أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، يعبدون صنما، وللجهمية كأنهم يعبدون صنما، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ينكون عن الله صفة السمع وصفة البصر كأنهم يعبدون صنما، فجرأوا علينا أهل الكفر والإلحاد.
ونحن نرد عليهم لأنهم خالفوا ظاهر الكتاب وظاهر السنة وخالفوا إجماع السنة والجماعة ولا دليل لهم يخرجهم عن إثبات الصفة لربنا جل وعلا، فقد أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تسلم لنا الأدلة وأثبت لنا الاعتقاد بأن لله سمع ليس كسمع البشر ولله بصر ليس كبصر البشر، وإن الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وبكماله. هذه آخر الكلام على صفات رب البرية البرية جل وعلا صفات السمع والبصر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.